الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الصراع بين الحق والباطل قديم منذ أن خلق الله الإنسان على وجه هذه الأرض، وكما ولا زال ولا يزال حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وكما أن للحق أنصاراً وأعواناً فكذلك للباطل أنصاراً وأعواناً، ينصرونه ويدعون إليه وينشرونه ويذبون عنه. ولذلك كان لزاماً على أهل الحق أن يعرفوا الباطل وأهله ليحذروه ويحذروا منه ويجتنبوه ويبينوه للناس. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما صح عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ومن هنا أخذ قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأصدق من ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال غير واحد من المفسرين، منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكذلك نفصل الآيات، أي نبينها للناس، لتستبين، أي لنبين ولنظهر للناس طرق الغواية وطرق الضلالة ليحذروها ويجتنبوها. ولذلك أيها الإخوة في الله، نبتت نابتة
هي في الأساس نبتة نتنة عفنة قديمة، لكنها كانت لعقود طويلة تدس رأسها في الرمال ولا تظهر أمام الناس، لكنها في الآونة الأخيرة أطلت برأسها وكشرت عن أنيابها، وصار دعاتها يجاهرون وينشرون مذهبهم الباطل ونحلتهم الكافرة في بلاد المسلمين كلها، يرفعون شعارات رنانة ويحملون رايات تجتذب النفوس والقلوب، كتلك الرايات التي فيها إظهار العداء لليهود والنصارى، والموت لليهود، والموت لأمريكا، وشعار الممانعة والمعارضة ونحو ذلك. كل تلك الشعارات التي تختبئ تحتها نحلة خبيثة فاسدة، كانت تلك النحلة منبتها ومنشأها خبيث، فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فمن تأمل نشأة هذه الفرقة وهذه الطائفة، بل هذه النحلة الفاسدة، عرف أنها نبتة خبيثة عياذا بالله. فبعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام ب25 عاما، أطل رجل يقال له عبد الله بن سبأ، وكان يهوديا من يهود صنعاء اليمن، أقبل على الناس وحمل شعار الولاية لعلي وأهل بيته، وتبرأ من أبي بكر وعمر، فما لبث أن أطاف به واجتمع حوله الناس، ثم خرج بعد ذلك وأظهر القول بسب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والتبرؤ منهما. فلما بلغ الأمر علي رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري، ورأى هذا الغلو وهذا الفساد، يقول رحمه الله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فأجج لهم نارا وخد لهم الأخاديد، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم جمع أولئك الذين غلوا فيه وزعموا أنه الله وأنه يعبد من دون الله، فألقاهم في تلك النار وفي تلك الأخاديد، غير أن عدو الله عبد الله بن سبأ فر وهرب إلى بلاد العراق، فدخل الكوفة ثم البصرة ثم ذهب إلى الشام ينشر بدعه وضلاله، حتى حطت به الرحال في بلاد خراسان في بلاد الأعاجم، فبث هناك سمومة، وانتشرت هذه الفكرة المنحرفة وهذه الفكرة الضالة التي فيها الغلو الذي هو منشأ كل ضلال على وجه الأرض. بل إن أول شرك وقع في بني آدم على وجه الأرض هو ما وقع من قوم نوح من غلوهم في الصالحين وعباد الله الطيبين، حتى قال الإمام المعلمي رحمه الله تعالى: إن أوسع أودية الباطل هو الغلو في الأفاضل، الغلو في الصالحين وعباد الله المتقين، هو سبب ضلال أكثر الناس عياذا بالله. وهذه الفرقة التي تسمى الرافضة، التي إنما سميت بذلك لأنهم عرضوا فكرتهم
ومذهبهم ونحلتهم على زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن زين العابدين الإمام الصالح، وكان قد خرج على عبد الملك بن مروان ومعه رهط، فخرج معه جماعة من هؤلاء القوم فعرضوا عليه إن أراد نصرتهم وأن يوالوه وأن ينصروه وأن يكونوا في جيشه أن يتبرأ من الشيخين من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فرفض ذلك كله وقال لهم: كيف أبرأ من وزيري جدي وصاحباه في حياته وبعد مماته رضي الله عنهم أجمعين؟ فرفضوه وتركوه، فسموا من ساعة إذن الرافضة، كما قال غير واحد ممن كتب في المقالات كأبي الحسن الأشعري وغيره. وقيل إنما سموا رافضة لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذه الفرقة الضالة الذي كان مؤسسها عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان يلقب عند الناس في قومه بابن السوداء عياذاً بالله من ذلك، هذا الرجل الخبيث الذي نشر هذه الفكرة وهذه النحلة، حتى لما أحرق علي أولئك النفر بث في روعهم شبهة أخرى فقال إنه لا يحرق بالنار إلا خالقها، فهذا دليل على أن عليا هو ربكم، فوقع في ذلك ما وقع من الغلو والعياذ بالله. غير أن علي بن أبي طالب تبرأ من هؤلاء جميعا والعاقبهم بالإحراق بالنار، وإن كان في الإحراق بالنار حكم شرعي، حتى أن عبد الله بن عباس أنكر عليه ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأخبر أنه لا يحرق ولا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. ثم لما فشت هذه الفكرة وهذه النحلة حملوا بعد ذلك لواءً وشعارًا، وهو شعار الثأر بعد ذلك للحسين بن علي الشهيد رضي الله عنه وأرضاه الذي قتل مظلومًا، فرفعوا شعار الثأر لعلي وخرجوا في ثوراتٍ كثيرة على ولاة أمر المسلمين يحملون هذه الأفكار الهدامة الباطلة التي بنوها على أصول فاسدة، من أعظم تلك الأصول التي بنى عليها الرافضة مذهبهم هو الإمامة أو الخلافة، وهذا أصل الأصول عندهم، وهو أن الإمامة كالنبوة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتولاها إلا من نص عليه الشرع في ذلك. وزعموا أن علي بن أبي طالب قد أوصى له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون الإمام من بعده، وأن في القرآن آية يسمونها آية الوصية قد حذفها الصحابة رضي الله عنهم كما زعموا عليهم من الله ما يستحقون. ثم إنهم قالوا إن الإمامة في 12 رجلاً لا تخرج عنهم، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي يلقبونه بالمهدي أو الغائب أو القائم، الذي دخل في سرداب في بيت أبيه في سر من رأى ولم يخرج إلى ساعته هذه. وهذه كلها أيها الإخوة في الله من العقائد التي بنى عليها الرافضة مذهبهم الفاسد ونحلتهم الباطلة، ومن أعظم ذلك
ومن أظهر وأبرز عقائدهم اعتقادهم بتحريف القرآن، وأن القرآن مبدل ومغير. ولذلك قال الشعبي رحمه الله تعالى: عامر بن شراحيل، وهو سيد من سادات التابعين، وكان قد ولد في الكوفة بين ظهران الشيعة ونشأ فيها وتربى فيها ومات فيها رحمه الله، كان يقول: إن هؤلاء الرافضة هم يهود هذه الأمة، أو يهود أهل القبلة، لأنهم شابهوا اليهود في أمور كثيرة، من أبرزها وأظهرها أن اليهود يحرفون الكلم عن بعض مواضعه، وينسبون لله ما لم يقله سبحانه وتعالى. وكذلك حال الرافضة، فإنهم زعموا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي نزل به جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، بل قالوا إن القرآن الذي نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو عشرة أضعاف ما بين أيدينا من القرآن، وأن فيه من الآيات المحكمات التي تدل على مذهبهم الفاسد وعلى عقائدهم الباطلة آيات صريحة يذكرون بعضها في بعض مؤلفاتهم ومجالسهم، منها آية الوصية التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذه الآية كما يحفظها المسلمون جميعا ليس فيها ذكر لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وقد أجمع المسلمون أن من زعم أن حرفا في كتاب الله جل وعلا زيد فيه أو نقص أنه بذلك كافر مرتد عن دين الله سبحانه وتعالى، فإن رب العزة يقول في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله دينه وأكمل ملته وأتم نعمته على عباده، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن حرفا من كتاب الله قد نقص، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: لو أن رجلا في مشارق الأرض أو مغاربها قرأ آية فأنقص فيها حرفا لصاح به صبيان تلك البلاد كلهم في الكتاتيب، فخطأوه وبينوا له خطأه، لأن الله جل وعلا حفظ كتابه بحفظ هؤلاء المسلمين من كبار وصغار لكتاب الله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن هذه الفرقة وهم الشيعة أو الروافض أو الإمامية أو الإثنى عشرية فرقة ونحلة ضالة ليست من الإسلام في قبيل ولا دبير. ولذلك قال أئمتهم: إن الله أو إن الإله الذي نبيه محمد وخليفته أبو بكر وعمر ليس إلهنا، هكذا يكتبون في مصنفاتهم ويسطرون في كتبهم ويذكرون في مجالسهم ودروسهم، يتبرؤون من الإله الذي يعبده المسلمون جميعا الذي نبيه محمد
وخليفة نبيه أبو بكر وخليفته عمر رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا ليس بيننا وبين هؤلاء الرافضة قواسم مشتركة ولا مناطق نقف فيها جميعا، فإن كانوا قد صرحوا أنهم يخالفوننا في أصل الأصول وأس الدين وأساسه، وهو الله المعبود سبحانه وتعالى، فلا يعترفون بهذا الرب الذي نعبده، ويكفرون بالقرآن الذي بين أيدينا، ويعتقدون أنه محرف مبدل مغير، حتى صنف بعض مقدميهم وهو النور الطبرسي كتابا أسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، نقل فيه عن جماهير الرافضة وطوائف من العلماء علماء الرافضة أنهم جميعا يثبتون التحريف في القرآن، وقال هذا دليل على أن إثبات التحريف في القرآن ضرورة من ضروريات المذهب عندهم، أي كما أن من ضروريات الدين عندنا التوحيد والصلاة والصيام ونحو ذلك، فمن ضروريات دينهم إثبات واعتقاد أن القرآن محرف. وكذلك الحال في اعتقادهم جواز عبادة غير الله بصرف أنواع العبادات كلها لغير الله، حتى قال قائلهم في أحد منابرهم: من قال يا حسين فقد وحد، ومن قال يا الله فقد أشرك. من قال يا حسين فهذا توحيد وإيمان، ومن دعا الله فهذا شرك وكفران. هذا دينهم، وهذه أفكارهم، وهذا غيظ من فيض. وإن جئنا نسرد ما يعتقدون لضاق المقام بذلك. وإن كنا قد ذكرنا جملة من عقائدهم الظاهرة، حتى أنهم قالوا في أئمتهم الاثنى عشر كما ذكر الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية: إن لأئمتنا أي الاثنى عشر إماما منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لم تبق منزلة فوق هذه المنزلة إلا مقام الله سبحانه وتعالى. وهم كذلك يزعمون ويصرفون شيئا من الربوبية كذلك لهؤلاء الأئمة زعموا، فإنهم يقولون في أدعيتهم: إياب الناس إليكم وحسابه عليكم، ويقرؤون في كتبهم أن الله يقول لعلي: إن الحساب حسابك، وإن الصراط صراطك، وإن الجنة والنار بيدك، فمن أحبك أدخلته، ومن والاك قربته، ومن عاداك أبعدته. ما تركوا شيئا لله سبحانه وتعالى. وهم كذلك يعتقدون كفر كل من لا يعتقد هذه الأمور، وأن من لم يعتقد ويؤمن بهؤلاء الأئمة الاثنى عشر فإنه كافر مرتد، وهو أنجس عندهم من الكلب والخنزير عياذا بالله. ولذلك يجب علينا الحذر من أفكارهم التي صارت تدب في أوساط المسلمين. فهذه رسالة في مكتبة،
وهذا كتاب في بيت أحدهم، وهذا رجل يتكلم ويدعو للتشيع في مجلس آخر ويسكت الناس ثم يندمون ولا تساعة من دمي. فقد أخبرني غير واحد أن في بعض المكاتب في طرابلس مكتبة عامة فيها كتب للشيعة موجودة بها، وكذلك هو الحال في المنطقة الشرقية، تنشر بعض الكتب والرسائل للرافضة عليهم من الله ما يستحقون. وقبل مدة في الجنوب كان هناك دعاة كذلك ينشرونه في خفاء في لباس محبة وولاية آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم لا بد أن تعلموا. وقد يقول قائل: نجلس إليهم ونتكلم معهم في بعض البلاد لا نسمع منهم شيئا من ذلك. لا بد أن نعلم أن التقية تسعة أعشار دينهم، كما رووهم عن الصادق وغيره، أن التقية وهي النفاق إظهار ما لا يبطنون تسعة أعشار مذهبهم ودينهم، وأن التقية في مذهبهم ودينهم واجبة كوجوب الصلاة، وهذا كله مسطر في كتبهم. فهم لا يظهرون للعامة أي لغير الشيعي والرافضي هذه المعتقدات. لا، نحن نؤمن بهذا المصحف الذي عندكم، ونحن كذلك لا نسب أحدا من الصحابة، ودينهم إنما بني على السب وعلى الكذب، فإنهم يظهرون ما لا يبطنون. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال: ولا أستحضر في مقامي هذا رافضيا صدوقا، فإن الكذب شعارهم والتقية دثارهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نسألك سبحانك وتعالى أن تمن علينا بالعافية في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا عاجلها وآجلها. ربنا أبرم لهذه البلد ولسائر بلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.